استاذ انا راح اكون صريح وياك من البدايه. اي حتى بعدين ليش تقول ما قال لي؟ نعم وظلت بكيفك، تريد تشغلني تريد ترفض. انا كنت بالسجن بس صدقني بريء ومظلوم. احنا كل احنا بشر، ما معقوله واحد يحاكم الثاني، خصوصا وانت تقول انه انت بريء. يعني هساني شنو افهم من كلامك؟ قبل ما تفهم من كلامي، انت شنو ببالك تشتغل هنا؟ انا كنت اشتغل طباخ. اربع عيون لو خمس عيون. لا شيف مضبوط، وكل شيء اطبخ وكل شيء اعرف اسوي. شوف صالح، مو صالح، انت ما دام كنت صريح وياي انا هم راح اكون كلش صريح وياك. انت ليش واقف؟ اقعد 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 اقعد، هلا احكي لك. شوف انا اساسا ما محتاج طباخ، بس هذا مطعم اذا اشوفه او نقول كافتريا، اللي مسؤول عن كل الاكلات بيه واحد اسمه رافت. زين وانت ما تقبل تقطع رزق احد؟ مو طبعا ما اقبل، لا شلون يصير، مستحيل. شوف عندي واحد ثاني يقوم على طلبات الزباين. زين واكو بعض الموظفين جوا اللي يحضرون الاشياء وكذا بالمطبخ. انا اسف استاذ اخذت من وقتك. انا بعدني ما كملت كلامي. قعد قعد صالح قعد. شوف انا عندي عرض لك، لو تقبله لو ترفضه. شنو هو؟ انا محتاج واحد ينظف هنا. ايوه موافق. انت بيتك قريب منا؟ استاذ هو انا ما عندي بيت، بس انا جاي ابات يم شخص صديقي. شنو رايك نطيق غرفه هنا بالمحل نام بيها؟ استاذ اكون ممنون منك. طيب انت شو وقت تقدر تستلم الشغل؟ من باكر. من باكر من باكر، على بركة الله. أشكرك جدا أستاذ، أشكرك. أنا أقدر أقول فد شيء؟ تفضل. تعرف أنا يومية كنت أفوت منها بالشارع قبال المطعم، وكنت أتردد أجي أدخل جوا يمكم، لأن أخاف من كلمة لا. طبعا أنا شقد رحت على ناس قبلك بس أقولهم على شغل، ومن يعرفون أنا سجين يطردوني. شوف سبق وقلت لك كل إحنا بشر، مو معقولة واحد يحاكم الثاني على مود غلطة.